السلام عليكم تلاميذ الثانية ثانوي إعدادي. درسنا اليوم هو المثلث القائم الزاوية والدائرة. إذا أولا نبدأ بنشاط. لنرسم دائرة أحد أقطارها EF وجي نقطة منها تخالف E و F. تحقق بالمزواز أن المثلث EFG قائم الزاوية في G. بعدها قم بتغيير موقع G على الدائرة وتضمن طبيعة المثلث EFG مرة أخرى. برهن على هذه المضمونة. وأخيرا أنشئ بالبكار فقط مثلثا قائم الزاوية في جي إذا علمت أن طول درعه EF يساوي 12 سنتيمتر. يجب إنجاز هذا النشاط. إذا الشكل هو كالتالي. بعد رسم الدائرة نضع القطر EF ثم النقطة جي من الدائرة مختلفة عن النقطتين E و F. إذن فالمثلث هو قائم الزاوية في جي. إذن الخاصية الأولى، كل مثلث قائم الزاوية محاط بدائرة مركزها منتصف الوتر. إذن إذا كان لدينا مثلث ABC قائم الزاوية في B فإنه محاط بدائرة. وما معنى محاط بدائرة؟ يجب كيف ننشئ الدائرة المحاطة بالمثلث؟ فيجب إنشاء واسطات أضلاع المثلث. إذن الوتر هو الضلع AC ومنتصف الوتر هي النقطة O مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم الزاوية. إذن كترميز نقول أن ABC مثلث قائم الزاوية في B إذا كان O منتصف AC فإن المسافة OA تساوي المسافة OC تساوي المسافة OB تساوي 1 على 2 المسافة AC. الخاصية الثانية، كل مثلث محاط بدائرة قطرها أحد أضلاعه فهو قائم الزاوية. هذه الخاصية عكسية. بالترميز نقول إذا كان ABC مثلث كيفما كان وE منتصف قطعة AB إذا كانت المسافة EA تساوي المسافة EC فإن المثلث أكيد سيكون قائم الزاوية والزاوية القائمة ستكون مقابلة للوتر. الخاصية الثالثة، إذا كانت ثلاث نقط تنتمي إلى دائرة واثنان منهما متماثلتان بالنسبة لمركز الدائرة فإن هذه النقط تنتمي إلى رؤوس مثلث قائم الزاوية. وبالترميز A و B و C ثلاث نقط من دائرة مركزها O. إذا كانت O منتصف BC فإن ABC قائم الزاوية في A. إذا حسب الخاصية الثالثة، إذا كانت لدينا دائرة مركزها O وA و B و C ثلاث نقط من الدائرة بحيث أن B و C متماثلتان بالنسبة للنقطة O أو O منتصف BC وA نقطة مختلفة فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A. نتحقق من ذلك. إذا نعم صحيح. إذا بعد هذه الخاصية نكون قد أتممنا درس المثلث القائم الزاوية والدائرة. وبخلاصة، إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية فإن منتصف وتره هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، والمسافة بين منتصف الوتر و رؤوس المثلث متساوية. والخاصية العكسية تقول إذا كانت لدينا دائرة مركزها هو منتصف أحد أضلاع مثلث فإن الرأس الثالث يمثل مثلث قائم الزاوية. إذا نمر إلى تمارين للدعم والتقوية. هناك التمرين الأول، لدينا إنشاء ومجموعة من الأسئلة يجب إنجازها. بالنسبة للتمرين التالي كذلك، لذا أطلب منكم إنجاز التمارين ومراجعة الدرس حتى أقوم بإرسال تمارين في تطبيق تواصل لنتمكن من تصحيح هذه التمارين إن شاء الله في الحصة على المجموعة في الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله.